هاد الفيديو غادي يكون شويه مبدل على الفيديوهات اللي كندير نورمالمون في لاشين. غادي نمشيو نتلاقاو مع واحد مغربي يلاه جا للانجليز لندن باش يقرا. وفي الاول فاش هضرت انا وياه في انستغرام كان مسكين داون، كان شويه ديبريسي، شويه جاتو الدنيا صعيبه وداكشي هذا. الحمد لله دابا راه بدا كيوالف. سو غادي نجيبوه يهضر لينا على التجربه ديالو كتلميذ هنايا في لندن وكواحد مغربي بدا من الزيرو حتى هو تقاتل طاح وناض باش يدبر على الفلوس باش يجي لهنايا للانجليز ويدبر على التويشن فيز فلوس ديال اليونيفرسيتي وداكشي هذا. كان عنده واحد القصه واعره واعره ديال بصح ديجا عاودها لي واحد شويه، ولكن بغيت نوصل لكم هذه القصه هذه باش اللي كيفكر يجي للغربه. هذا الفيديو غادي يصلح لكم بزاف ان شاء الله باش تعرفوا المحاسن والمساوئ وباش بنادم يدير ديسيزيون زوينه في حياته ان شاء الله. المهم غادي نمشي نهز الطوموبيل وغادي نتلاقاه، راه كيتسناني في ستيشن. في الجوع ما عرفتش واش غادي نمشيو ناكلو في شي ريستورون شي حاجه، عاد نرجعوا للدار ولا نمشيو نجيبو تيك اواي. المهم تبعوا معنا، غادي يكون هادشي على شكل فلوك بودكاست في دقه واحده. زيد اسيدي نمشيو على بركه الله. ها هو هذاك. وانا معاد صافا بس عليك كلشي مزيان في امل. اهلا وسهلا. مزيان ركب ركب المايك، راك داخل في الفيديو معلم. ما نعطيكش وقت ديال الوونين كاع صافي. شنو بان لك نمشيو نجيبو شي حاجه ما نقصيو وندوزو للدار؟ ايه واخا صافا كلشي مزيان. والله بخير خويا عندنا. اش كتعاود؟ الحمد لله كلشي بخير. ولفتي شويه؟ ضروري ضروري مشى داك الشيء ديال الاول وديك الطاقه وديك الشيء مشات. ايوا الولد صافي نخليه هنا. مزيان هكاك مزيان. كي داير الوليدات؟ وليدات لاباس الحمد لله اخاي. كلشي مزيان كلشي تعدي الحمد لله. صحه بخير. دير داك ايوا احنا يا اخي مع الخدمه مقاتله العائله دابا كاين غير 24 ساعه في النهار صاحبي. صعيب باش غتقسمها على بزاف ديال الحوايج. ضروري ما حيتك الخدمه، ما حيتك الدراري حتى هما تعطيهم الوقت ديالهم، ما حيتك تصوب فيديوهات، ما حيتك تمعنا ديال البيزنس ديالك. تقسم راسك على بزاف ديال الحوايج. وتيغي الوقت مزيان. كنعقل فاش كنت كنقرا كنت مقسم على بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كانوش لي ريسبونسابيلتي ديال العائله. ملي كتكون سينجل كتكون القضيه سهله بزاف، يعني كيكون الوقت كله ديالك. كيما انا دابا دابا خدمت في واحد الخدمه كنبدا مع السبعه كنسالي مع 3 الصباح، عندي ساعه بالساعه و15 دقيقه بالباص حيت كيكون الاندرغراوند ساعه و15 دقيقه بالباص، يعني ما كنوصلش حتى لديك 4 و15 دقيقه كذا. يلا كتصلي الخمسه كتنعس صعيبه، خاصني نوض مع 9 باش نمشي للمدرسه. ما سهلاش، يعني كتنعس 4 السوايع. عندك ويكاند هو اللي كتقدر ترتاح فيه، حتى الويكاند كنخدم فيه كنرجع غير لحد، يعني عندك هذاك الحد هو اللي كتقدر تشبع فيه شويه نعاس، والسبت حتى واحد ما كتقراش. ياه هادشي غير ما عندي لا ريسبونسابيلتي لا والو. كيما قلت مي كيكون عندك لي ريسبونسابيلتي يعني تكون صعيبه. خصك تقسم راسك مزيان. لا راك بخير الحمد لله، احسن من النوبه اللي فاتت. النوبه اللي فاتت كنت مخلوعه. كنت ماشي مخلوعه صح. كنتي دي بريسي ديال بصح كتقول لي كاع انا كنفكر نرجع في حالي للمغرب. وايلي يا صاحبي داك القصه كامله ترجع عليها للمغرب. راه داك القصه كامله اللي كنتي عاودتي لي، واخا عاودتي لي ماشي كلشي، نبغيك تفهمتيني تعطيني اللاصق وبين الدراري البلان كامل كي داير باش يعرفوا الغربه بحق الغربه. الا باغيني يخرجوا لبرا ويتقاتلوا على راسهم توريهم شنو هي الغربه كيفاش دايره وشنو درتي باش جيتي للغربه. التضحيات اللي ضحيتي والاستوار، لان استوار انكرويابل الصراحه والله ما عمرني سمعت شي حاجه بحال هكاك. يعني ماشي ريمونتاد، ريمونتاد 500000 مره في شكل. والله الا في شكل بالله. الغربه ملي كتكون في المغرب شبيه تسمع هذاك يقول انا بغيت نمشي للغربه. تبدا تشوف صاحبك مشى للغربه، كتبدا تسمع بزاف ديال الناس كيقولوا بغيت نمشي للغربه. كتقول صافي انا الانفو غادي نحط رجلي في الغربه الجنه، غنلقاهم كيديروا لي بحال هكا. يعني اجي تخدم اجي هكا الفلوس، كتقول صافي الجنه. كتكون في المغرب كتبدا تسمع الغربه، هذا هو الحلم دابا ديال الاغلبيه ديال الشباب. كتقول صافي انا الانفو غادي نوصل للغربه، غنلقاهم كيديروا لي بحال هكا، يعني غنلقاهم في الزنقه كيديروا لي اجي تخدم اجي هاك الفلوس اجي كذا. كتكون كظن انها جنه. انا ملي جيت صدمت يعني بالواقع، انك اكثر انسان مهووس بالغربه. انا ملي شديت الباك هذيك 3 سنين ديال لافاك، هذيك العامين ونص اللي دوزت في المغرب ديال لافاك، وليت كنقول لا بلاصتي ماشي هنا، انا خصني نمشي. ما تقدرش تبقى في المغرب. ما يمكنش. وليت كنقول انا واحد يعني الشخص اللي طموح. وداك يعني كون بقيت في المغرب وفي يعني في دوك الاوضاع وكذا كانت فيه واحد الحرقه من الداخل. شي حاجه كتقول لي لا راه خاصك تمشي.
صح. ملي جيت كنتصدم بداك الواقع، خصوصا بلاد ما عندكش فيها شي واحد من غير الله عز وجل، ما عندكش فيها فاميلا، ما عندكش فيها يعني العائله، ما عندكش فيها اصدقاء، ما عندكش شي واحد، كتجي تصدم خويا عندنا ديال بصح. تصور هذيك اليومين الاولى اللي يلاه جيت لندن، الاندر جراوند يعني الترانات والباص وكذا، ما كنتش كنعرف نشدهم. علاش؟ حيت انا في المغرب كان عندي موطور، يعني ما كنتش كنركب في الطوبيس ولا كذا، يعني ما كنتش كنستخدم الجوجل مابس. هنا هاد البلاد كلشي عندهم تعلمات. وسبحان الله يعني، وبز مني تعلمت، ما علمني حتى شي واحد. بقيت كنعصر في دماغي، حتى داك الشيء كيكون صعيب في الاول. مثلا باغي تمشي لبلاصه الفلان فلانيه، خاصك اندر جراوند ستيشن سميتها فلان فلانيه، بلاتفورم 1 ماشي بلاتفورم 2 ماشي 3، خاصك تعلم داك الشيء، خاصك كل شيء، خاص هذاك الشيء ما ديرش غلطه. الا درتي الغلطه كتصدق مضيع الوقت ومشى عليك الدغان. يعني كتغلط غير في بلاتفورم. مثلا هي راه بلاتفورم 1، كتمشي غير في بلاتفورم 2 مشيتي. وانا ديك اليومين الاولى تصور الدمعه نزلت لي. علاش؟ كنت مثلا كان عندي واحد ولد عمتي دابا راه كاين في المانيا، ولكن كان شحال هادي هنا في لندن، كان كيقول لي معاذ الا بغيتي تفهم وتعرف وكذا وكذا خاصك تخرج، سير للسونتر، سير لكذا. عطاني الاسماء ديال واحد البلايص باش نمشي نستكشفهم. عقل على ذاك الفكره، حنا غادي نباركيو هنا، غادي نمشيو ناخذوا القص من هذا شيكاغو جريل، عندهم داك الشيء ناضي، واحد البرجر كيعطيك قدك داك. هذه اول حومه غادي نسكن فيها. نعم. هذه سميتها اوكسبريدج رود. اوكسبريدج رود. اول مره نوريك، غادي نوريك اول خدمه خدمتها، نوريك فين خدمت. خدمت عند هذاك الحانوت الهيه اللي كتشوف هذا ديال داماس. داماس كيت، هذا هو اللي كنت وريت في واحد الفيديو. ما عرفتش واش عقل ولا لا. كنتي قلتي هذه اول خدمه لي ياك في يوتيوب. هذا داماس كيت، هنا فين خدمت اول مره 3 باوند و25 للساعه. وانا فين كنت كنجي نصلي، مازال كنجي نصلي هنا، هذا الماسك ديال شابس بوش ماسك. شو يا هاد الناس هادو؟ حقره 3 باوند راه ما والو، ولكن الانتقام واعر ابو. شنو احسن انتقام؟ هو تنجح، هو تنجح في حياتك، هو دير اللي ما يتنداش باش انك تخرج من داك القوقعه هذه. هذه البلاصه هذه كنت كنخدم فيها ب 3 باوند الساعه، 3 باوند 25 والو، 3 باوند راه 50 درهم في المغرب، ولكن هنا ما تشري لك ساندويتش. هنا ما تشريش لك ساندويتش. فهمتيني؟ الساعه تجيب لك كوفي. تاخذ كوفي، وماشي حتى شي كوفي اكسبريس. تمشي لستارباكس، ولا احنا ما كنشربوش القهوه تما، مي كنقول لك زعما ثمن 4 باوند. فهمتيني؟ الا بغيتي شي موكا ولا شي حاجه خاصك واحد 5 باوند. فهمتيني؟ خرجت لك بحال هكا، يعني راه 10 السوايع يلا عندك واحد 34 باوند. ايماجينا صح، اش غدير لي؟ والو والله ما دير لك والو. خصوصا الرينت وكذا برو نعقل. خرجت كنبكي، كنقول انا هذه راه ماشي حياتي، ماشي حياتي، راه خصني نبدل حياتي، ولكن هادشي طومبوغي. فهمتي؟ بغيت نجيبك لهنايا باش تعرف بان راه البدايه دائما كتكون صعيبه، واي واحد كتشوفه دابا ناجح راه بدا من شي حاجه صعيبه من الاول، ما يمكنش يكون بادي من ناجح، امبوسيبل. انت كتشوف كل شيء بعينك اخر. ودابا الاغلبيه ديال الناس منين كيسمعوا فحال هكا ما كيذوقوش هذيك الهضره اللي كتقول انها راه فريكينه، كيقول لك لا هذا راه بدا من الزيرو. ما كيقول لك لا، عنده الباسبور، عنده الباسبور، عنده الوراق. ياك جيتي بوراق كيفاش حسيتي النهار الاول؟ والله العظيم تتبكي ما تعرفش ترجع حتى للدار. الباص باش ترجع للدار ما تعرفش تشدو. انا بديت كندمع كنقول انا دابا عندي الدار فين غنسكن، عندي كلشي كاري كلشي، باغي نرجع غير للدار ما عرفتش. الباص باش تشدو ترجع للدار ما عرفتش. الغربه الا ما كان عندك حتى شي واحد فريمون صعيبه، الوراق راه اش غيديروا لك؟ غتقول انا عندي الوراق اتصرف فيهم فلوس، ما يمكنش. اكزاكتومون، هذه هي اول بلاصه جيت ليها يا اخي. كنشوف هذا الشيء هذا كنقول يا ربي هذا الشيء كيبان غريب. شويه ولا لا؟ شويه شي محلات سدوا، محلات تحلوا، مي نفس الفايب، ولات شويه محركه، لان جا ويستفيلد، ما كانش ويستفيلد ديك الساعات. فهمتي؟ السلام عليكم براذر، هاي دوين؟ تو فليمين بولز اند وان بيج ماما. ولا ضم از ميل ولا جست برجرز؟ از ميل. دو يو هاف ذا فليمين تشيكن؟ Can I have the flaming chicken instead of the big mama please? Meal. الكوزان ديالي كان قال لي خصك تخرج، يعني خصك تستكشف كيفاش غادي تفهم وتكتشف وانت تبقى ساد عليك الدار. انا كنت كنخرج، ولكن باش نرجع للدار ما كنعرفش. كندخل للمابس طلع لك شي سته ديال الطرق باش ترجع، الباص اندر جراوند اوفر جراوند
مثلا وكان الكوزان ديالي كيقول لي خاصك يعني تخرج وتشوف وتستكشف. انا كنت كنخرج باش نرجع للدار ما كنعرفش. صافي واحد النهار قلت لا راه خصني نفهم خصني بلا نسول كنت بغيت نسول شي واحد. انا ماشي بحال المغرب كلشي داير الايربودز ديالو غادي ها حاني راسو كتقول شي واحد كان اسكيو بليز كيقول لك ام سوري وكيمشي. انا عيني دمع عيني دمع باش كنقول شتش وانا نريح. قلت والله حتى خصني نفهم وانا نبدا نخدم عقلي. قلت علاش ما نخدمش عقلي وبديت بشويه صافي حتى ولات كتبان لي الامور واضحه انا ما كنتش كنشوفها. كما دابا بزاف ديال الدراري مثلا ملي كتقول في الفيديوهات ديالك راه ساهل مثلا تخدم في الويب وكذا. دابا هي راه كتكون سهله يعني خاص غير الانسان يتقاتل. هذاك التقاتل هو اللي ما درتش. انا بغيتها سهله بغيت غير نسول الناس ويوريوني. ما كايناش صافي مني ومني حتى واحد ما عقل عليا بز مني ديك الساعه اللي كنت فيها. صافي مع الوقت وليت ساهل لان تحطيتي في امر الواقع فهمتي. ملي كتحط في امر الواقع كيولي بز منك خصك تلقى حل. وكنتي قلتي واحد الجمله عجبتني في هذه البلاد خصك تولي بروفيسور في حلول ديال المشاكل. كنتي قلتي لي ديك النهار وعقلت عليها ولا فين ما كيطرى لي شي مشكل ما كنبغيش نحلو ساهل كنقلب لي على الحلول. يعني خصك تولي بروفيسيونيل اكزاكتومون. شو كيجي بنادم صاحبي تيصيفط مثلا تيقول لك دابا هادشي اللي كدير دابا صاحبك كدير الخير. الا بغيتي دير الخير نوض عطي البنادم الفلوس وصوفيه فهمتيني. كنهضروا على في المغرب ودير لهم شي كلاس وداك الكلاس يجيو ليها ويتعلموا فيها وعطيهم الوقت ديالك هكاك عاد باش نقولوا بلي راه كدير شي حاجه. دابا انت بغيتي ولا درت هادشي هذا تقول لي لا هادشي ما خدمليش عطيني الفلوس باش نكدا باش الو. دابا انت بغيتيني انا نعيش في عوضك هادشي اللي بغيتيني ندير. بغيتيني نعيش في عوضك. هما ما كيتسالوك والو يعني. لا 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 هادشي تيسالوه لك ابرو فهمتيني. يقولون لك الهضره بحال بحال راه صحه عليك وباش تسمى بلي راه كدير زعما شي حاجه. اما داك الهضرات الشفاوي توريني منين ندخل منين نخرج لا ما بغيتش داك الشيء. بغيت داك الشيء يكون واجد عندي انا. بغيتك انت تصوب لي هذا الشيء عاد باش وهكاك ما نكونش راضي غنخرج لك شي حاجه وحده. شي العقليه ديال بنادم كي داير هكا عمر بنادم غادي يمشي ولا الانسان اللي كيفكر هكا ما يدير والو ما غيمشي شي بلاصه صاحبي كيبقى يبكي ويشكي ما كيحاولش يلقى حل. لا دابا شوف بغيت ما نضيعوش الوقت بدا لينا من الاول ابرو عطيني القصه كامله من الاول كيفاش تغرس فيا الحب ديال الغربه من الاول. داكشي اللي عاودتي لي كامل ديك النوبه عاودوا للدراري ها هما معنا. عرفتي علاش؟ لان ما نبغيوش نضيعوا الوقت باش ما تسالناش الباتري ديال الكاميرا. نبداو من هنا وملي نمشيو للدار وحنا كناكلو وحنا كنهضروا فهمتيني يجي داكشي بحال فلوغ سلاش بودكاست سبونطاني ساهله. القصه منين غادي تبدا؟ منين غتبدا القصه؟ انا كنت باقي صغير كنقرا في السانكيام في الليسي. شمن مدينه؟ في كازا. كازا مدينه كازا في البرنوصي. البرنوصي انا باقي صغير كنقرا في السانكيام. ديك الساعه كنجمع مع الدراري كنوقف مع الدراري اللي كيقراو في الباك. انا ديك الساعه مالي باغي نلعب غير جولفازور باغي نلعب كره باغي نلعب بيار باغي غير نلعب ديك الساعه ونقرا ما على بالي لا بغربه لا بتا شي حاجه. الدراري ديال الباك كنوقف معاهم كنبدا نسمع انت باقي صغير مينور قل من 18 عام عاد تمشي للغربه واو عادشي الدخول يعطيوك وراق ومن تما بدا كيتغرس فيا داك الحب ديال الغربه. هذوك الدراري حبوني فيها صافي شديت الباك كنقرا العام الاول في لافاك. العام الثاني كنبدا نشوف هذاك الشيء ماشي ديالي. كبدا تدخل لافاك كبدا تشوف ناس في البيفات واحد جالس با خاسر عليه دم جوفو باش يقرا هو نيبالا شاد كارو كيكمي حاط يعني فهمتي. بديش كنقول انا بلاصتي ماشي هنا. كنت خدام في ماكدونالد قلت صافي خصني نتحرك ما خصنيش غير نبقى نهضر. انا بغيت برا. درت واحد الخطوه على اساس باش نمشي لبرا. كنت باغي نمشي لاسبان ما تيسرش الله مشات لي مليون ونص. كنت انا اللي جامع في ماك كنت بعت الموتور ديالي كنت شاري عن حب هذاك الموتور. كيفاش كنتي باغي تمشي لاسبانيا واش حقا ولا كيفاش؟ واحد السيد جا قال لنا كونترا كذا كذا الى اخره غتسبقوا لي مليون ونص غتخرج الفيزا غتكملوا لي الباقي. ديك الساعه كما كيقولوا مرغمون اخاك لا بطل. من بعد كانوا معايا شي دراري كيبقاو يمشيو عدوا المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه. السيد دوك الدراري بحال انا والو حيت باغي نمشي لبرا وباغي نمشي باي طريقه كنصبر. واخا السيد راه باينه ناصب عليك انا كنبقى نكذب على راسي كنقول لا راه غيدينا غير طاري لي مشاكل. واحد السيد الولد ما تيقتيش ان راه غيقدر ينصب والو ديك الفكره ديال النصب ما كانتش.
واحد الدري معانا كان ديجا حاول قبل وقبل يعني عنده اكسبيرينس عرف بلي السيد راه غينصب علينا كيبقى يعطينا اعذار ما كايناش ما كايناش قال لي شوف اعطيني كلمه امتى غادي نعاودو نمشيو قال لي الوقت الفلان فلان قال لي راه غيوصل الوقت الفلان فلاني ما غاديش نمشيو غنديروا شي حاجه اللي لا تحمد عقبه وصل داك الوقت الفلان فلاني خرج لينا السيد هذا السيد مشى عنده واحد الراجل خالته في الدوله طاطا ديكلارا به السيد شد مشاو لينا فلوسنا كاملين وما صورنا حتى شي حاجه واو دخلت في ديبريسيون كنت خدام في ماكدو مشيت حطيت ليهم لا ديميسيون حطيت ليهم لا ديميسيون وخرجت يعني واحد 3 شهور 4 شهور وقت طويل وانا غير في الدار ما كنمشي لافاك ما عندي خدمه يا ربي تسمح لي هذيك البيريود حتى الصاله قطعتها كنبقى ندخل للدار نتفرج في الفيديوهات ديال الغربه حتى 6 الصباح 6 الصباح كيأذن انا ما كنوضش نصلي كنعس ما كنفيق حتى ل 5 العشيه كنبقى عاوتاني نتفرج حتى نفس الروتين نفس الروتين داكشي كيتعاود الحياه ما كتبدلش والو دخلت بحال غير كتزيد تهبط راسك لتحت حسيت براسي كنضيع وكنت ما خليت حتى بيرو ديال القرايه لكندا لي بيرو ديال وكانوا كيطلبوا مني الشرط ديال لو غارون لو غارون هو باك ولا امك خالك ولا خالتك جدك ولا جدك هذوك القراب يكون عندهم صالير طالع يعني ماشي صالير يعني حنا والدينا على قد الحال هما كيبغيو صالير طالع يعني انا بديت كنقول يا دفعت بالوراق ديال الخدمه ديال الاب ديالي غادي نترفض وانا ديجا ضاعت لي مليون ونص يعني لا عاود ترفضت تضاعوا لي فلوس يعني وانا اللي خدام عليهم غنفقد الامل وليت كنقول لا خاصني شي بروسيدور اللي تكون مضبوطه ما خليت حتى شي بيرو ديال ليميغراسيون كندا اسبانيا فرنسا اليو اس اي كاع الدول بغيت ندفع عليهم كلهم فيهم هذا الشرط ديال لوغا واحد النهار صافي فقدت الامل في الغربه وصافي يعني فقدت الامل بالمره واحد النهار كندور في الانستغرام باقي مديبريسي شي غيطلع لي واحد الاشهار واحد البيرو كنديروا القرايه في ايرلندا كذا وكذا بلا فلوس في لو كونط بلا غاو قلت انا او ما يمكنش وانا كنت ما خليت حتى شي بيرو ما مشيتش ليه قلت راه نجرب قزت مع الصباح نط مشيت عندهم صرحوا لي بروسيدور كذا قلت صافي هادي ما خصنيش نزقلها بديت معايا الوالد ديالي الوالد ديالي عمرو مشى معايا شي بيرو ولا شي حاجه كان كيقول لي الوالد ديالي ما كانش باغي يمشي لاوروبا كيقول لي انا بقى حدايا كنشوفك حدايا وتقاتل وكذا وتقاتل حدايا انا والو اللي فيه شي حاجه فيه يعني الغربه هي خصني نمشي فيس فيس تقول داك النهار ريحت مع الوالد ديالي انا اللي بغيتي تقنعو كدير لي بحال هكا الوالد بغيت نهضر معاك واحد الدقيقه نحطو النقاط على الحروف شي حوايج كيقول لك دوي معايا كتقول لي لا كنتبتو يعني كندخلو البيت وكنسدو علينا على اساس هادشي اللي غنقول لك راه مهم ماشي غير تسمع الغربه تقول لي لا ولدي وكذا دخلته وقلت ليه شوف الوالد شرحت ليه قلت ليه اقسم بالله وما غادي يمشي لبرا حتى غادي نضيع لك هنا قنعته يعني داك النهار مشينا سمعنا البروسيدور كذا كلشي من بعد انا بديت مرتاح وليت خايف انه نترفيزا حيت هذيك البروسيدور اللي شرح لينا السيد يعني شي حاجه ما دخلها يعني انا عندي اكسبيريونس ما خليت حتى شي بيرو في كازا ما مشيتش ليه كندا اسبانيا فرنسا جميع الدول قال لي داكشي اللي قال لي ما تخليش الراس ايرلندا شكون اللي حداها اليوكي بديت كنفكر في لندن علاش لندن ديجا فكرت فيها ولكن ما كنتش حتى كنفكر فيها علاش كيطلبوا لك واحد الشروط صعبه واحد الجبل اللي هو شناهو 30 مليون في الكونت واحد هي ما فيهاش لو غار يعني ماشي ضروري باك يكون عنده اوراق ديال الخدمه المهم 30 مليون في الكونت 30 مليون في الكونت 30 مليون وواحد الجبل اخر ديال الايلتس انا في الليسي ما قريتش لونغلي قريت الاسبانيه صافي واحد الحاجه الخوت الايلتس هو ليكيفالون ديال توفل وهذا الايلتس هذا باش تقبضوا خصك 3 سنين ولا 4 سنين ديال القرايه فهمتي ماشي حاجه اللي سهله شي غير اجي وقبضوا الجبل ديال الايلتس الايلتس يعني والفلوس في الكونت يعني ما كتدخلش العقل هذا الساعه يعني 30 مليون في الكونت انا الوالد ديالي على قد الحال يعني انسان على قد الحال قاد بالعائله ديالو ولكن ماشي غني يعني على قد الحال منين تسدوا عليا الحلول بقاو عندي جوج حول وليت كنفكر ندفع غير توريست فيزا ونحرقها انا والوالد ديالي انا اون طونك ايتوديون والوالد ديالي زعما بهذوك الاوراق ديال الخدمه وانا عارف راه ما غتقبلش ولكن كنقول لا وانا غامرت في كونطرا وما نغامرش في فيزا كنتوكل على الله قلت هدا دابا يا غادي
ننسى حيت كنت كنضيع في الوقت. يعني ذاك الحب ديالي لاوروبا والغربه ما خلاني ندير والو، ما كنتش في يديا وباغي نمشي باغي نمشي. يعني ولو عندي جوج حلول، يا غادي ننسى يا غادي نبدا في البروسيدور ديال اليوكي. ما عنديش حل اخر. مشيت عند الوالد ديالي، الوالد ديالي انفو سمع 300 في الكونت، قال سمعني اولدي انا ما غاديش نهضر مع، يعني ديك 30 مليون خاص غير تسلف كتبقى في الكونت شهر واحد شهر ونص حتى تخرج الفيزا وكتقدر تجبدها تعطيها للناس. هضرت مع الوالد ديالي قال لي بزاف، قال لي 30 بزاف، ما طلبتي 8 ما طلبتي 10 قال لي 30 بزاف اولدي. قلت له شنو المعمول؟ واش نقول لك اولدي كنت راه سير خيتي منين تجيبها بطريقه حلال هذه. الوالد ديالي سمع 30 مليون طلعت لي ايرور ما فهمتش سيستم ايرور والو ما دخلهاش البوابه هذه والو ما يمكنش. انا كنت خدام ديك الساعه كنت رجعت لماكدونالد ورا ديبرسيون كنت رجعت تخلص هضرت مع الاجنسي السيد اللي دفع ليا مع كتكون اجنسي هي اللي كتدفع لك لونيفرسيتي وكذا. هضرت معاه منين قال لي هاد الشروط قلت غادي نتوكل على الله. داز الاخر ديال الشهر وصلني الصالير في البنك. انا ما عندي لا 30 مليون ديك الساعه، ما عندي الايلتس، ما عندي والو. هادو بجوجهم واحد الامور اللي مستحيله. تخلصت مشيت درت الترجمه. السيد اللي في الاجنسي قلت له توكل على الله دفع لي لي زونيفرسيتي ها الترجمه، راه كيطلبوا لك الترجمه ديال الباك وديال لي غولفيدمون. ترجمتهم تخلصت، يعني اديت المسائل ترجم لي الامو. السيد دفع لي لي زونيفرسيتي. منين قال لي السيد معاد راه قبلاتك دابا لونيفرسيتي راه غيخصك الايلتس باش يوصلك القبول النهائي حيت كان قبول لا نهائي. ملي كدوز الايلتس وكيشدو السيد اللي في الاجنسي وكيدفعو كيولي قبول نهائي، ديك الساعه كتقدر تابلاي على الفيزا. انا قال لي معاد راه وصلك القبول النهائي الحمد لله، دابا خصك الايلتس. دابا خصك الايلتس. وهذا الشيء كنتي مازال ما دفعتي الفلوس؟ ما عنديش الفلوس في البنك والو. يعني انت قلتي غير غادي نمشي خليها على الله. خليها على الله، يعني ملي نوصل تما يحن الله كما كنقولوا. حيت علاش السي عدنان لقيت راسي كندور في واحد الدوامه عارف كاع لي بروسيدور. انا راه خصني نحل شي اجونس عارف البروسيدور اللي بغيتي تقرا في اي بلاد. وكنقول انا باغي كنموت على برا وباقي عمري يعني توكلت على الله في شي حاجه ديال القرايه. راه خصني نتوكل على الله ندير شي حاجه وربي غيوقف معايا صافي. منين واخا ما عنديش فلوس واخا ما عنديش الايلتس وابلايت على اليونيفرسيتي وتقبلت، قلت ديك الساعه هنا خاص الفلوس يكونوا في الكونت حيت كيخصهم يبقاو شهرين او ميم طون خاصك دوز الايلتس باش ما تشد الايلتس ابلاي على الفيزا. فهمتك. انا شنو درت؟ عاوتاني تخلصت وتسلفت من عند شي صحابي. ديك الساعه كنت مزير شويه حيت كانوا ديجا مشاو ليا فلوس وكذا، وكنت عاود خديت واحد الموطور اخر ويعني مسائل. تسلفت من عند واحد الاصدقاء ديالي وخلصت الايلتس. بقات المساله ديال خصك تدوز الايلتس. خصني نجح في الايلتس. انا في الليسي قاري اسبانيه. انا قريت الاسبانيه في الليسي، عمري في حياتي قريت اللونجلي حدي اغاني ولا افلام. يعني ديك اللونجلي اللي ما غتفوتك حتى المطار. هاي هلو صاف. والله العظيم السيد اللي دفعت معاه قال لي شوف معاد بقى عندك سيمانه بوكيت الايلتس، عندي السبت الجاي عندي السبت الجاي الايلتس. والله العظيم عندي سيمانه. السيد قال لي شوف معاد انت كتخدم دابا 8 السوايع وديجا ماشي شي نيفو لي واعر فلون، خاصك تخرج من الخدمه. قال لي خرج من هذيك الخدمه راك غتمشي. شاف فيا بحال هكا قال لي معاد خرج من هذيك الخدمه راك غتمشي، يعني شاف الطموح اللي فيا قال لي خرج من هذيك الخدمه راك غتمشي. ما فكرت جوج مرات ما بقيتش كنمشي للخدمه. صافي هضرت مع المانجر قلت ليه راه غادي نجيب لا ديميسيون كذا. درت واحد البريباراسيون والله العظيم ما درتهاش ملي كنت في الابتدائي. ابتدائي واعدادي يعني كنت كنقرا مزيان وكان زين الاول وكذا، ما درتهاش من هذاك الوقت. تصور اخويا عدنان كنوض مع العشره كنبقى نبريباري حاط بيسي وحاط تليفون ودفاتر حدايا وستيلو. الكلمه اللي ما فهمتهاش نترجمها وكذا كنبقى نبريباري من 10 الصباح حتى ل 8 الليل سونزاري، حيد غير وقت الصلاه ووقت الماكله. هذيك ال 10 دقائق في 10 دقائق في 10 دقائق دفنتي راسك. دفنت راسي بمعنى الكلمه اخويا عدنان. كنبقى نبريباري من 10 حتى ل 8 7 كنصلي كنعس. الوالده ديالي الله يذكرها بخير كتقول لي لا 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 ما خصكش تشد التليفون، كتقول لي غتشد التليفون ولا غتصار هذاك الشيء غيبدا يمشي لك.
صلي نعس وعاود ثاني من الابتدائي من عس مع تسعود 8 يعني من نعس بكري وتفيق نعس بكري وتفيق بكري وتبقى 10 سوايع في النهار وانت كتبريباري كنعيا كنبغي نوض خداش خاصك تكمل كنقول لا صافي الحياه ديالك متوقفه على داك الشيء على داك النتيجه ديال الايلتس والويده مسكينه كتقول وهذا هو المعنى الحقيقي ديال ما عندكش ان اوتر شوا تجيبها ولا صح بز منك والشيء هذا الاحساس هذا هو اللي خص بنادم يكون عنده باش ينجح في الحياه ديالو ولا في لونتربرونيا ولا يسحب لهم راه داكشي ساهل يدير داكشي 15 دقيقه وداكشي الا ما صدق صافي سير هادشي ما خدامش برو خاصك تسمع خاصك دير الحاجه بحال يور لايف ديبيندز اون ات يعني بحال لي الحياه ديالك متوقفه على داك النتيجه هادي على داك العمل اللي كدير هذا هو المعنى الحقيقي ديال الخدمه المهم كنحاول نعطي الدراري دي لوسون وحنا كنهضروا سير كمل بريباراسيون كنقول لك السي عدنان كنجبد يوتيوب كدا بريباراسيون الايلتس من الالف الى الياء يعني وما عندكش حل اخر ما تقدرش تخرج الايلتس فيه 4 ديال السيكشنز فيه ريدينغ رايتينغ سبيكينغ وليسنينغ كنت كل نهار درت بروغرام عندي 6 ايام كل نهار غنحيد سيكشن هي 4 ايام وهذيك اليومين اللي بقات كل نص نهار غادي نخدم امتحانات تجريبيه ديال كل سيكشن نص نهار في نص نهار في نص نهار في نص نهار النهار الاول عيط نهار الثاني وكنخرج معصب كنقول مالي ندار هادشي صعيب ما غاديش نجيب ويدا كتقول لي واش تدير امالك في الله واش مالك معادوس نقول لها الويدا صعيب راه كنخرج يعني مدي بريسي كنخرج وجهي صفر منين كنشوف شي امتحان تجريبي ديال الايل والله العظيم كنخرج وجهي صفر كتقول لي الويدا كنقول ما يمكنش ندوز في هادشي صعيب بزاف وهذا الشيء غير باقى عندي واحد الجبل واحد العقبة ديال منين غتجيب 30 مليون المهم في العقبة الأولى دابا راك انت غير في الايلتس وراك واحد شبتي يعني بحال لاعب شي لعبة ستاجات صافي نعيت والله العظيم وبز مني كنقول شوف حياتك كلها وانت يعني كتقول باغي نمشي لبرا خاصك دير ما درتيش انت عيان يعني لا غلباتك 6 ايام انت عيان ما عمر ما تستاهلش تكون في الغربة بحال محارب نفسك كنقول نجاح كنقول غنتقاتل هي صح غنجيبها ان شاء الله يعني القتال كما قال سي عدنان كتكون فيك واحد شي حاجه شاعله من الداخل مع كتبغي تعيا كتحرقك كتعاود يعني ماشي غير موتيفاسيون يومين وغطفا وكذا داك خاصك انت تكون دوام دوام امبيشن صافي النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث النهار الرابع النهار الخامس النهار السادس النهار السادس ما بقاش كيما النهار الاول طبيعه الحال حسيتي براسك بلي اميليوريتي بزاف تعلمتي بزاف د الحوايج 10 السوايع في النهار لمده 6 ايام 10 السوايع في النهار حسيت براسك الصوره كتبان كتوضح لك الرؤيه قلت صافي يعني ديك الدعاء ديال اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعلوا الحزن اذا شئت سهلا قلت صافي هذا قريته قبل ما ندخل وصل يوم السبت جلسنا الناس اللي في القاعه كيبان لي كلشي كيهضر باللونجلي بنادم مع صاحبه كيهضر باللونجلي دوك اللي كيحضيو كيهضروا معاك باللونجلي يعني الانسان كابر في واحد الوسط ديال اللونج يعني يجي هذاك الشيء بحال شريبه لي حسيت براسي داخل عليهم يعني غير ولاد الاليبا وهذا كيهضر بالبريتيش اكسنت كيبانوا على بعضياتهم اكسنت وكذا بان عليا بان عليك انا واعر انت ماشي واعر انا كنقول اش هذا الشيء هذه ماشي بلاصتي هذه ولكن غنتقاتل بلاصتي علاش لا شنو اللغه تقاتلنا عليها غنجيبوها بينا تحطات الورقه الاول بعدا بدينا بالسبيكين دخلت سدوا علينا بيت فين انت واستاذه كتسولك وانت كتجاوب خاصك تبقى 15 دقيقه وانت كتهضر باللونج سبحان الله بحال نزل عليا واحد الوحي قالت لي كتسولك مثلا الا بغيتي ترتاح ولا بغيتي تمشي في هوليداي انت ومن مشيتي فين مشيتي كذا كتبقى تسولك بحال هاد الكويستشن صافي داز بخير الحمد لله مني منك كذا كنهضر كذا 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 الحمد لله دا سبيكين خصني نمشي دابا للدار باش نعاود نبريباري الغد ليه عندي ليسنين ريدين رايتين الغد ليه عندي سيكشنز بثلاثه مشيت للدار ما كاينش نعاس ما كاينش راحه جباد عاوتاني ريدين وليسنين رايتين كاين غير الامتحانات التجريبيه القتال اخويا عدنان اقسم بالله العلي العظيم
غادي نفيق الغد ليه غنصلي غادي نمشي غادي تحط الورقه ديال لي ريدينغ عندك 40 كويستشنز عندك ساعه ونص عندك تيكست كبير بزاف وعندك كويستشن خاصك تقلب عليها في التيكست كامل الا جيتي كتقرا التيكست كامل ما يقدكش الوقت خاصك دير واحد استراتيجيه هادشي باش نفعتني ديك بريباراسيون شكال ايوا والنتيجه كيفاش كانت دوزنا سالينا الحمد لله يعني ونورمالمون سيمانه باش كتعلى النتيجه دازت يومين واحد الدري صاحبي تعرفت عليه تما مراكش صيفط لي ميساج ماشي صيفط لي ميساج صونا لي مع الصباح موعد راه لاح والنتائج كذا قلبي عرفتي كي داير خويا عدنان غيطقطق طق بحال شي خنجر مغلق وما كان حتى شي واحد في الدار الوالد خدام الوالده وخوتي صغار عند الجده انا بوحدي في الدار نايت يديك الترع الفرحه اللي فرحت في الايلتس اكثر من الفرحه ديال الفيزا حيت الايلتس كان عندي هو الفيزا يديك الترع كنشوف التليفون كندخل الميل كنحل كندخل البلاتفورم كنلقى راسي نجحت عرفتش كيداش خويا عدنان درتو سيمانه جاب الايلتس راه برافو والله الا برافو بالله اقسم بالله في سيمانه ولكن حيت انا تقاتلت ربي عاوني يا اكزاكتو شافني ربي درت شي حاجه اللي كثر من جهدي ربي عز وجل شافني درت شي حاجه اللي كثر من الطاقه ديالي خويا عدنان والله العظيم كثر من الطاقه وبزاف نايس يلا ندخلوا لداخل نبداو نقصيو ونكملوا الشابيتر الجاي ان شاء الله هذا زين السلام عليكم ولدي كيعرف العربي سمع له عمو معاذ كيعرف العربي اه كيعرف شويه قول له لاباس كلشي بخير قول له واش انت لاباس يو دو زين يو جاست شاي يا ايوا يا دفنيا ما شاء الله الله يخليك هذا الولد كبير ياك اه يلا ندخلوا لداخل يلا سلم على عمو ها وي غانا غادي سام ورك يا You good? There's an alarm. Look, there's an alarm here. Life يلا. Life. Bye, Zain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I'm sorry, I'm not better. Yeah. قول لي شبالك نعم ها كيهوره ولا ما كيهوره نعم ها شو مالخص كيهوره هادو ديال بصح انا خاي يا سلام اللهم مبارك ما تقول ليش شتا بدات كطيح صح ويلي ويلي لا لا كتنقط اي كتنقطيك شو زعما الشمس والشتا كطيح هادي غير دايزه يمكن اجي هبط تحت الباراسول بحال هكا ان شاء الله ما تقيسناش لقيت راسي ناجح اول حاجه درت صدمت جاتني ديك الضحكه ديالها وانا نحط التليفون سجدت بليت كنغوت في الدار بحال شي مصاب وليا كنغوت في الدار والله الا ديك الغوته ديال الفرحه كنقول سوليا كنغوت بحال شي دري صغيوه والله العظيم كنغوت في الدار بالفرحه صونيت على الوالد قلت ليه الوالد قال لي نعم ولد قلت ليه نجحت قال لي والدي قلت ليه والله العظيم تنجح الوالد ما فهمش قال لي على هذا الحساب خاصنا نسميوك جاك بعدا شكرا سي عدنان على الاستضافه يا مرحبا اخي مرحبا باقا ناضي ديال بصح يا اخي بسم الله نتمنى يعجبك ها كمل صافي صونيت على الوالد ديالي قلت الوالد انا نجحت الوالد حتى هو فرح وكذا صونيت على الوالده الوالده كانت عند الجده قالت الفاميلا خاتي بدات كتزغرت بحال خديت الفيزا لان هي العائق واو واحد من العوائق الكبرى صافي الحمد لله شدينا الايلتس كلشي داز بخير جات العقبه ديال الفلوس في الكونت دويت مع الوالد ديالي حبست المغزل كل انت كتهضر باش ما يبانش هذا سكيل واحد اخر عاوتاني خصك تعلم ديال انت كتاكل وكتهضر لان ما كاينش الوقت كاينش الوقت خصك دير بزاف ديال الحوايج كنت كنقرا وكندير حوايج وكناكل في نفس الوقت مزيان ما كاينش وقت باش عاد تجلس وتاكل وما كاين وما كدير حتى شي حاجه واحد اخر خصك تميكسي ها كمل صافي غيجي العائق الاكبر ديال الفيزا الفيزا مشكل خوح شاي خاص الفلوس في الكونت في البنكة هضرت مع الوالد ديالي قلت ليه اللي كاين واللي كاين قال لي ولدي قلت ليه زعما شوف الاصدقاء ديالك كذا قال لي ولدي انا ما غادي نهضر مع حتى شي واحد اللي انت عارفني كي داير انا ما غاديش نهضر مع شي واحد بغيتي انت تهضر معاهم يعني بحال قال لي سين انت ديك 30 مليون دبر عليها انت وجيبها ليه انا شنو غادي ندير انا ملي كنت صغير الوالد عنده واحد الاصدقاء كنا كنمشيو كنلعبوا في البحر كره نعومو كذا انا كنت هو صغير بحال ولدهم صونيت على واحد فيهم بحال الاب ديالي يلاه يجزيك بخير خصنا نتلاقاو بغيت نهضر معاك في شي موضوع قال لي مرحبا هذاك النهار جا عندي في الليل هضرت معاه قلت له اللي كاين واللي كاين راه اللي كاين خصنا 30 مليون تكون في لابونك ديال الوالد ديالي شهر ولا شهر ونص تخرج الفيزا ويجبدها ان شاء الله عز وجل قال لي انا غندوي مع الوالد ديالك ان شاء الله ويكون خير صافي جالس انا والوالد ديالي حتى كيصوني ليه التليفون كيصون هو يقول لي الوالد ديالي واش هضرتي معاه قلتي لي سير دير داكشي اللي صافي هو يهضر معاه قال لي اللي كاين واللي كاين واللي كاين سي ابراهيم انا راه غادي نعطيك 5 ديال المليون انا فرحت شويه ولكن باقا ما كملتش الفرحه حيت باقا 25
ندير اول ندير شكرا كذا. الوالد منين شاف الامور غاده بجديه شنو دار؟ بدا كيشيق هذاك الشيء اللي كندير فيه، بدا كيفكر معايا. صافي صونينا على عمي الله يذكره بخير، دارت معاه اللي كاين واللي كاين. عمي عارفني راجل من صغر، ما عاودتش الهضره جوج مرات. عرفتي شنو قال لي سعدنا؟ قال لي انا غادي نصيفط لك 12 مليون غدا توصل لك ان شاء الله في البنك جمعه 17. قالت 13 13. هذوك الاصدقاء ديال الوالد هما واحد الخمسه بحال جماعه. هذوك الجماعه كنت هضرت انا مع واحد فيهم، قلت انا نهضر مع الثاني. هضرت مع الثاني قلت ليه الله يجزيك بخير بغيت نهضر معك في واحد الموضوع كذا كذا، حتى هو جا عندي مسكين بالطوموبيل حتى قدام الدار. هضرت معاه قال لي حتى هو انا غنهضر مع الوالد ديالك. ولو هضر مع الوالد ديالي يا ولد او الديره اللي كاين وهاللي كاين، بصح راه غير شهر ونص ان شاء الله غادي ياخذ الفيزا وغادي نجبدوا لك الفلوس ان شاء الله. قال لي غدا ان شاء الله دوز عندي نعطيك الشيك. اللهم بارك. البوس ديال الوالد ديالك عطاك شي فلوس؟ هذاك هاد السيد الصديق ديال الوالد عطاه تسعود قط ربعة. الباترون ديال الوالد الباترون ديال الوالد عطاه. انا اللي كنت كنمشي عند الباترون قبل شنو كنت كنقول ليه؟ شنو لي عفاكر بغيت ندفع فيزا كذا واش يمكن تشونجي السالير ديال الوالد؟ قال لي هادشي ايليغال سمح لي ما نقدرش. طيب ماشي مشكل، ولكن منين وصل الوقت ديال يعني فلوس غادي تحطو في الكونت؟ قال لك الوالد علاش ما تجربش شويه؟ الوالد ديالي نفسو شويه خايبه. انا ساعدنا نشديت هذيك النفس عفات عليها حيت باغي نمشي لبرا وكتبان لي هذاك هو الحل الوحيد. ما كاينش عيب، مشيت عندك ما كاينش عيب. حيت يعني سالف ماشي كطلب داك السالف فهمتيني، ما كاينش عيب في السالف. مشيت هضرت مع الباترون ديال الوالد، هذا كاين وهذا كاين. قال لي غنهضر مع الوالد ديالك، غد لي مشي عند الوالد هضر معاه. قال لي عطيني شويه ديال الوقت نفكر. هو راه غير الباترون هو كاركتير ديالو هكا، درت واحد 4 ايام ويجيب الوالد الامان. قال لي هاك صافي سعدنا كملت 30 مليون في البنك، ما قداتني فرح. صافي ما كنقولش فيزا غتخرج ولا ما غتخرجش، درت لي عليا يعني ديك الغاليين شفيتو. المهم واخا ما تجيش الفيزا بينتي لراسك بهنتي لراسك انك قاد كتبقى متالف في هما واش غادي يرجعوا لك ولا لا، واش غيعطيوك الفيزا ولا لا. درتي اللي عليك صافي. دفعنا الفيزا، دازت واحد 13 يوم 12 يوم كيجيني ايميل يعني باش نمشي نكوليكتي. قبل من داك الشيء قال لك مول لاجونس قال لك يمكن ما تقبلتيش ولا شي حاجه بحال هذيك زعما كاع ما كنتش باغي نقولها. هذه دابا داك مول لاجونس عزيز عليه شويه الضحك. مني انا وصلني الايميل وهضرت معاه قلت ليه راه وصلني الايميل، وعيط ليا السلام عليكم خويا معاذ كي داير لاباس. انا ديك الساعه مالي قالت عند واحد مول مسمن كانك ومسمن وكدير هادشي وكنفكر نقول يا ربي شي يسر يا ربي، كنقول يا ربي لا فيها خير اشيني فيها، واخا ما يكونش فيها خير يا ربي دير لي الخير انا باغي نمشي يا ربي. غادي يصوني ليا غادي يقول ليا خويا معاذ راه ما تيسرتش الامور وما بغاوش يعطيوك ما عطاوكش ونديرها. عرفتي هو ربي الكعبه هذاك المسمن وحل لي هنا. بديت كنكحب وانا نخرج برا مع كان صداع في المحل شويه، خرج برا نقول ليه الله اكبر شنو هادشي دابا خويا علاش ما عطاونيش؟ هو يقول ليا ما عطاوكش مره اخرى ان شاء الله. والله اخويا عدنان واحد الغصه جاتني في القلب، هاد التضحيات كلهم وهادشي اللي مستحيل يدار وكذا، وفي الاخر ما غاديش ناخذ الفيزا. هو يقول لي راه كنضحك معاك مبروك عليك اخويا معاذ. تيناري حشومة عليك اخويا والله العظيم الا يعني تغيرت الملامح ديال وجهي تغيروا ديك الساعه جاب لك سكته قلبيه والله تزكشا قلبي. ويقول لي مبروك عليك. قلت له ولكن انت كيفاش عرفتيني؟ راه قلت لك ما عاوتاني كيضحك ما بقيتش كنثق فيه. قال لي لا غالبا هذاك الايميل اللي صيفطوا لك يعني ان خرجت لك الفيزا، منين ما كتخرجش كيصيفطوا لك ايميل اخر كيصيفطوا لك في سبام ماشي في بلاصه الميل العاديه. صافي انا فرحت، دويش مع الوالد دويش مع الوالده، ولكن بقى عندي داك الشك. قلت لهم ما تقولوا حتى شي واحد، انا باقي ما تاكدتش لما شفتش الفيزا بعيني ما غاديش نتاكد. الحمد لله مشينا ولقينا الفيزا. ديك الساعه كان خاصني يعني هذيك الدفعة يعني غادي تمشي لندن راه خصك واحد الفلوس كثيره ما دي معاك. فلوس الكرا، فلوس داكشي اللي غتشري، خصك تليفون جديد، خصك بيسي عاوتاني باش تقرا، خصك مسائل كثيره عاوتاني. داكشي الحمد لله يسر الله. شكون منين خرجت لي الفيزا هذاك عمي اللي سلفني فلوس يعني قال لي ولدي معاك هاك شنو هي لي هادي مليون عاون بها راسك من شكون معايا. واحد السيده من الفاميليا منين سمعتني خرجت لي الفيزا قالت لي ودابا مثلا هاد الفلوس اللي غادي معاك موعد وكذا وكذا يعني منين يعني. ونسيت نقول لك واحد الحاجه خويا عندنا، داك الشيء باش خلصت لينيفرسيتي وكذا وهذوك المسائل هذه هي العقبه الثالثه اللي تنسات لي قبيله. خاصك تخلص لينيفرسيتي، داك الشيء خصو يكون ديالك ماشي سلف. لينيفرسيتي وكذا بخص ديالك كطلع بشي 11 مليون 12 مليون وداك الشيء يكون ديالك ماشي سلف. هذه عقبة
جد حيت هذه ما فيهاش سالف ولا هذاك الفلوس خاصهم يكونوا ديالك غتخلص بهم اليونيفرسيتي مشاو يسرهم الله عز وجل. منين عاودت خرجت لي الفيزا حت سيده من الفاميلي حتى هي مسك عليها الله الله يجزيها بخير قالت لي انت من صغرك وانا عارفك كي داير عارفك راجل. قالت لي هاد الفلوس ماشي بيني وبين باك ولا بيني وبين الوالده ديالك بيني وبينك انت. عطاتني 3 مليون قالت لي هذه قضي بها الغرض وحتى من بعد وراه عامين 3 سنين 4 سنين حتى تسالي القرايه ديالك وتيسر لك الامور عاب تجيبها لي انا ما واقفاش عليها. قلت لي ياسير الله يسهل عليك وانا عارفه غادي توصل ان شاء الله حيت كنعرفك من صغرك يعني واحد الانسان طموح. انا ديك الساعه عيني غرق والله العظيم مشيت للدار باش كانوا كيفاش كنقول بحالك شكرا يا الله والله ما نكذب عليك خويا حيت شفت حتى الله شحال وقف معايا. هادشي كثير خويا عندنا اما الصفر لا ايلتس لا 30 مليون في البنك لا حتى حاجه لا 12 مليون ديالك خاصك تخلص بها هذيك غتمشي ما خصهاش تكون سلف خصها تكون ديالك. هاد ثلاثه العقبات يعني ما كاينينش في الحسبان والحمد لله مع ذلك قاتلنا ويعني يستغل سوزيتي انجليز زين لندن وفي لندن كيفاش في لندن واقع خو شنو كنتي كتحسب وشنو هو الواقع شنو كنتي كتظن غادي يكون في لندن وملي نزلتي في ارض الواقع شنو بان لك كنت كنتخيل بانه ملي غادي نجي لندن كما قلت قبيله في السياره الناس غيقولوا لك اجي غيبداو واقفين الناس غيقولوا لك اجي تخدم فلوس غتلقاها. هو الفرق شنو هو بيننا وبين المغرب غير الفرص كاينه شويه هنا وخصوصا هاد البلاد كما قلت ما عندي حتى شي واحد كاين فرص كاين سيستم كاين قانون فهمتي ماشي مدويتش كاين بزاف ديال الحوايج هادشي اللي خلاني يعني نتقاتلو اصلا من المغرب غير هو انا ملي كنت كنجي كنت كنظن ان هذاك الشيء غنلقاه ساهل حتى هنا خصك تضرب عليه تماره بيت الحال انا كنت كنظن ان غادي نلقى ساهل غادي نجي غادي نلقى الناس كيقولوا يا جيت تخدم فلوس مشت حتى حد ما باغيها يعني منين نزيت واقع اخر ما عندي حتى شي واحد في البلاد كما قلت لك يعني باش نرجع للدار كنت كنوحل ان بلاتفورم ديال تران نركب فيها وان النمره ديال الباص عابش الخدمه بقيت شهرين عابش لقيت الخدمه كنت طالع لايف وانت جيتي دخلتي في اللايف وقلت لي على البلان ديالك وبنتي لي دي بريسي ديال بصح كيفاش كنتي كتحس الساعات كنت يلا فريش يلا جيتي شي 10 ايام ولا ما عرفتش ياك 10 ايام ولا شي سيمانه كيفاش كنتي كتحس كنت كنحس بحال شي هي ماشي حقره ولكن هذاك الاحساس اللي كيحس به واحد محقور حيت كنقول لك ما كايناش شي حاجه اسوء من انك تبغي غير ترجع للدار وما تعرفش الجوجل ماب حيت هنا داك الشيء معقد شويه اخويا عدنان يعني كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم كاين اندر جراوند اوفر جراوند باص تران عادي كاين بزاف ديال لي بلاتفورم ولا بغيتي ترجع للدار خصك ضروري تستعمل المابس هذه غير عقبه من العقبات ديال بزاف ما حد يدير الكره اللي كان حتى هو غالي بزاف شومب صغيره 6000 درهم مغربي شومب صغيره ما حيلتي الكره ما حيلتك انك خصك تخدم لقيتي ثمن واعر بزاف ثمن مخير السيد اللي في الاجنسي قال مي قلت ليه باش كاري قال لي الناس ما كراوش بالثمن من التسعينات يعني ربي وقف معايا في كل شيء حتى في كنت كنفكر نرجع خويا عندنا انا ديك اليومين الاول قلتي لي راه كنفكر نرجع ما قادرش انا على بزاف هادشي بزاف عليك كنت قلت لي هذه غير البداية خاصك تصبر هاد التضحيات كلها اللي درتي ما يمكنش تهدم كل شيء هادشي اللي كنت قلت لي ما يمكنش تهدم كل شيء في محيط تقصحتي واحد شويه فهمتيني خص الجلده تكون عندك قصح من هذا الشيء لا لا خاي نعم ما بديتش كنهضر وانت الحمد لله دابا القضيه تحسنات لقيتي خدمه بديتي تفهم شويه في هذه البلاد بديتي تولف وهذه لافي كونتينيو فهمتي ديما البدايه كتكون صعيبه بزاف ونفس الشيء عاوتاني في التجاره الالكترونيه بنادم كيلاشي اون فوا كيبدا يتقصح كيولي داكشي انكونفورتابل داكشي ما كيخدملوش من النهار الاول هو كيشوف راسو مضيع شي 8 ساعات في النهار ولا 10 ساعات ولا يومين ولا 3 ايام د الخدمه كيقول هادشي ما خدامش وكيلاشي كيمشي في حاله كيستسلم فهمتي كيستسلم علاش لان عنده لا شوا انه يستسلم ان عنده الدار ديالو يرجع ليها يقدر يكون عنده الفلوس ابا واكل شارب سميتو كاين السقف من فوق منه فهمتي يقول ماشي مشكل لاشي انت ما عندكش هاد لافونتاج حبيبي فهمتي داكش هاد لافونتاج تاعك خاصك تكمل ما يمكنش ما تكملش هذا هو الفرق وكنت قلت لي واحد الجمله وتا هي بقيت عاقل عليها عجبتني الاستسلام كنت قلت لي ما عنديش في القاموس ديالي واخا يقول لي غتستسلم ولا غادي نقتلوك كنت قلت لي
الموت وكذا تموت بالشرف ديالك هذا هو. وبديت كنقول انا تقصعت غير يومين، انا كنت مقصع في المغرب نفسانيا باغي نخوض. وانت جيتي لهنا وبغيتي ولقيتي داكشي اللي بغيتي، فهمتيني؟ انت لقيتيه، يلا كمل دابا كمل. بقيت كنقول امبوسيبل، ما ممكنش نصبر. دابا ديك الفكره ديال الرجوع انا ما امنتش بها حيت ما غاديش نرجع، ولكن اي جات لي في بالي هاد الهضره. يعني كيقولها لك شحال من واحد ملي كتكون في المغرب تقول لي بغيت نمشي لاوروبا وكذا، كيقول لك واش كتصحاب غادي تجي تلقاها ساهله، راه غضرب تما قول حيد هذا غير كيهضر. وبصح هاد الهضره ما كتحس بها حتى كتوقف عليها، يعني حتى كتحط امام الامر الواقع. دابا حتى انا واخا نقولها لصحابي ونقولها للناس ما غايسيقوش حتى يجيو هما ويجربوا راسهم، يعني عمرهم غادي ما تقدر تقنع حتى شي واحد. كيقول لك انت علاش مشيتي ولاش انت هو رجع فحالك للمغرب، فهمتيني؟ دابا راه ماشي تقول لهم راه ما كاين ما يدير، لا كاين، ولكن خص تكون بريباري وراجل وقاد وفي ديك الشغل وما تسلمش الا ما فيكش هاد الشروط هادو. خص تكون بريباري باش انهم يوليو فيك ولا يكونوا عندك في المغرب، تكون راجل في المغرب. الا ما كنتيش ما غاديش تقدر تجيري لا سيتوياسيون اخاي، غادي تضيع غادي تلف، فهمتي؟ بزاف ديال الشباب عاوتاني كاين اللي كيضيع وكيجي كتكون ما عندوش شخصيه قويه كيجي حتى لهنا كيجي كيضيع قام قابل البلياء ولا بنادم تيشوف كنت دوزتي وقت نجحتي وداكشي هذاك تيقول لك واه انت راك في الانجليز. راه ما بقاش في الانجليز، الانجليز ساعداتك بزاف ناحيه انك طورتي لا بيرسوناليتي ديالك، تحكيتي من هاد الناحيه ساعدات. اما راه انت كتشوف الناس كيموتوا بالجوع، فهمتيني؟ لو نيفو دو في وداكشي هنا في الانجليز، هادشي اللي كندير اصلا يعني لوكيشن فري، ماشي الا بدا نكون في الانجليز باش انا ندير. يعني الخدمه ديالي ماشي في الانجليز، الخدمه ديالي عبر العالم، نقدر نمشي لتايلاند نخدم، يعني نجيري لي بيزنس ديالي من تايلاند، من السعوديه، من دبي، من الهند، منين ما كان، من المغرب، من الجزائر، اي بلاصه، فهمتي؟ فما بقاش في الانجليز. ولكن الانجليز ولا الغربه اون جينيرال تتحكك، تعطيك واحد الدرس كبير في الحياه، كتولي راجل بمعنى الكلمه ديال بصح. ماشي راجل اللي كيهز المضه ولا كيمشي ويسكر ويغريسي، هذوك ماشي راجل. كنهضروا على بنادم اللي تيوقف في الوقت اللي خص بنادم يوقف فيه، ويوقف مع صاحبه، ويوقف مع عائلته، ويتقاتل باش في الشدائد، ويتقاتل باش يطلع براسو بعائلته، فهمتي؟ وصحابه وداك الشيء، هذا هو الراجل. وما يوقفش يبقى غادي ما يوقفش. بزاف ديال الناس يعني منين كتقول لهم بلي راه الغربه وكذا وصعيبه، كما قال شي كيقول لك رجع ولا كيقول لك انا حطني تما، حطني تما، انا حطني تما وغادي تقول له واجي اخويا مرحبا. والله العظيم ما كاين اللي يعقلها. انا اخويا عدنان راه تحطيت اصلا في المطار، وقعت لي واحد الشمس العشيه تودرات لي الباليزه، كنت غنحمر فيها الباك، فيها الايلتس، فيها قلنا هادشي بدينا يلا قلنا بسم الله، تودرات لي الباليزه، فيها الايلتس، فيها الباك، فيها كاع الورق الحريق وبزز. بس واحد السيد خدام تما في المطار وكذا، وكنقلب وكذا، الاخر خليتهم لقيتهم مخبينها وهي واحد الباليزه تما اللور. علاش؟ حيت تعطلنا. صافي شديت الباليزه مشيت بعدا. شنو درت؟ كنت غادي نكري مع واحد الدراري تعرفت عليهم فيسبوك، مشيت صافي جات تلقى لي في ستيشن ديال الاندرغراوند. مشيت للدار ما عجبنيش الحال، الدار ما عجبتك، بيت صغير هما اربعة في بيت، وانت زاد انا هو الخامس. يمكن صونيت للسيد، هذا سيد مغربي هو نيت اللي كنت كاري عندي والو، الا كنتي في لندن عافاك جي خير وكبير. حتى هو جا عندي بالطوموبيله في البلاصه، هزني وداني لهذاك السمول روم اللي كنت كريت من عنده في الاول بهذيك السالف دابا، كريت فيها 3 شهور الاولى، كنت كنهضر معاك في هذيك النهار في اللايف، كريت من عنده. ابخي دابا كريت في واحد البلاصه اخرى، واحد البلاصه زوين. يعني في الاول اخويا عدنان الا ما كنتيش صبار ضيع والله العظيم، خصوصا في لندن. لندن ماشي بحال السبليون، فرنسا، الطاليان، يعني اللي دويشي معاه بالعربيه غوله غوله، صعيبه، مونستر والله العظيم، يعني صعيبه بزاف. عندك راسك والله عز وجل. انا جيت هنا ما عندي حتى شي واحد في العائله، عندي العائله في يعني نقدر نقول لك في اوروبا كامله، ما عنديش لندن والو. وانا عمري كنت خرجت سكنت بوحدي في المغرب ولا شي حاجه. دور كنت كنمشي للسوبر مارشي ليدل باش نبغي نتقدى، كنعرف منشري، عرفتي؟ باش كنت كنفطر كنعرف نعمر غير اتاي، كنعمر اتاي كتجيب معايا شويه الفقاس من المغرب، ناكل شويه الفقاس اتاي، وكنبقى نشوف كنقول هذا بلا مشطه. وحتى الوالده ما بغيتش نعيط لها ابيل وكذا، عافاك علميني نطيب، وتبقى تبرزت لها في راسها. دخل يوتيوب كيبداو يجيبوا لك شي مكونات ما غاديش تبدا
خاصك تصرف على ذاك المكون وخاصك تصرف على ذاك المكون وانت باقي ما بديتيش ما لقيتيش خدمه واش داك الشيء اللي جايب معاك خاصك تجيغيه حتى تلقى الخدمه تبيجيتي مزيان وتقاد المسائل كتولي باغي تشري حاجه وحده اخرى هذه هذيك حتى هي حاجه اخرى كتولي باغي تشري غير بواسون كتهز ليها الهم وشنو صح ما كتحط الباوند حتى كتعرفوا فين غادي كتعرف فين كيمشي كنت والله العلي العظيم الا كدوز ليا 10 هاد الباوند كدوز ليا سيمان الماكله نقول لك شنو كنت كناكل راه يجيك بلوكاج تبلوكا في دماغ لان علاش كان خصني لا بدا نشيط الفلوس باش نقدر نقرا عندك يا راس نقول ليا من بعد دابا دبرتي على خدمه من بعد خدام دابا جوج خدام جوج خدام فول تايم ولا كيفاش داير ليها بارت تايم بارت تايم بارت تايم بارت تايم الحمد لله بالليل ولا بالنهار بالليل حيت كنقرا بالنهار تقرا بالنهار فخاصك تلقى الحل عاوتاني دابا انا في ستاج اخر يعني خصك ديما فايتين انا دابا كنقرا كندخل المدرسه مع كنوض مع 9:40 نكون في المدرسه كنسالي مع 4 كنخرج عندي اندر جراوند ساعه باش نوصل للخدمه كنوصل للخدمه كناخذ هذاك البريك في البديه ديال ربع ساعه باش ناكل كناكل كنخدم في الخدمه ديال بار تايم الاولى كنخدم فيها 3 ايام 2 3 4 كنخدم من 6 ل 1 ديال الليل اندر جراوند عاوتاني ساله ساعه ونص بالباص ما توصل الدار حتى لثلاثة وما توصل الدار حتى لثلاثة وكنحس براسي انني غنعس شويه علاش حيت الخدمه البارت تايم الثاني ديال الخميس والجمعه والسبت كنبدا من 7 وما كنسالي حتى لثلاثة من الساعه 4 والثاني بالباص يعني ما كنوصل الدار وكنكون واجد بس نعس حتى الخمسة ديال الصباح وكتنعس من داك الخمسة حتى لذاك 8 9 4 الساعات 8 ونص 3 السوايع ونص 4 كتنوض في كل المود ديال الناس كتقول رجع الناس صحا عليك خصك تنوض ما كاينش شوا واحد داخل. ما عندكش كيفاش غدير ما كاينش حل اخر وكدير هادشي 6 ايام حتى النهار الحد عاد كترتاح نهار الحد هو اللي عندي المتنفس الوحيد اليوم هو اللي كنقدر نرتاح فيه يعني نتلاقى بشي انسان كذا الا كان عندي شي جهد نخرج كذا نهار الحد بوحدو وهادي عاود ثاني حتى هي راه صعوبه من نوع اخر خاصك تصبر على حتى هي ما عندكش حل كتفكرني اخي بالايام الاولى ديالي والله العظيم كنت كنخدم بالليل انا خدام خدمه فول تايم في الاول كنت كنخدم ديليفري درايفر من بعد خدمت في الباص وداك الشيء الباص كنت كنخدم بالليل الا بديتي بكري كتسالي بكري الا بديتي معطل كنت تبدا معطل حتى ل 11 كنتي مع 7 يا اخي وعندك قرايه مع 9 ل 5 فهمتين عاوتاني نفس 6 ايام 5 ايام كترتاح حتى للويكاند كتبقى غادي هكا غير كنت كنعس ما بين ما كنعش نهار ولا يومين لساعه ولا ساعتين ثلاثه ساعات ماكسيموم ديال النعاس في نهار واحد كتعاود نفس الشيء كنمشي للقرايه باش نعس كتكابطي واحد شويه وانت كتنعس عينيك كيبغيو يتسدوا ترجع عاوتاني خصك تقرا كنت كنمشي لونطرين مو عاوتاني خاصك دير الشوبين ديالك غير الماكله طيب تغسل حوايجك تكليني تغسل يعني تنظف الروم ديالك كيولي منك دري تعيط العائله بس دري ودري اب وام كل شيء كتولي كل شيء فيك كل شيء الا عيتي خصك تواسي راسك والو ما كاين لا شكون اللي غيواسيك ما كاينش منك راجل تخدم منك مره طيب كل شيء كل شيء منك ولد صغير يعني خصك تمشي تقرا وخاصك لا نخدم باش تخلص القرايه لان حنا ماشي بريفيليج يعني ماشي عندنا داك لافونتاج ديال عائلتنا غادي تصيفطنا الفلوس غادي تخلص بهم القرايه والماكله والكره وداكشي هذا كامل كيولي خصك تخلص القرايه وحتى المعيشه والمعيشه وحتى الكره وحتى كذا كتولي باش تخلص المعيشه خاصك تخدم فهمتي فول تايم فول تايم فول تايم واش ويا ترى اخي ما يمكنش اصاحبي شحال عندك دابا اليونيفرسيتي انت راه بالبورس 14 13 الفونس يلا راه 18 مليون مغربيه راه ما كاينش شي خدمه عاديه هنا في الانجليز اللي غادي تخرج لك داك الفلوس صافيه فهمتي صافيه يعني يولي عندك هذاك ديسبوزبل انكم يعني من بعد من المعيشه ديالك من الماكله من الكرام من كل شيء ديالك تبقى لك داك الفلوس ما كاينش شي خدمه هنا في الانجليز عاديه دير لك داك الشيء هذا يعني تشيط 14000 ديال الباوند في العام ما يمكنش خدمه عاديه كنهضروا على خدمه عاديه فهمتيني انا دابا عندي غير واحد شي افونتاج هو انني كناكل في الخدمه يعني الماكله اللي كنشري غير ديال الفطور كناكل يعني كتقتصد كتقتصد كنقتصد في الماكله كونسبور راه عندي عندنا واحد الديسكاونت ديال ستودنت صغير 30% ومع ذلك صراحه بالنسبه لك لا سيتوياسيون ديالك اصعب من لا سيتوياسيون ديالي من قبل علاش لان القرايه ديالي متعلقه لا القرايه الفيز ديال اليونيفرسيتي ما كانوش بحال اللي كاينين دابا وانت انترناشونال ستودنت يعني غالي بزاف انا كنت كنخلص العام واحد 3000 وشي حاجه 3000 بون كان ديك الساعه كلشي كان كيخلص 3000 وشي حاجه وانا محسوب على ولد هنا فهمتيني حيت عندي باسبور
ديال هنا من داك الوقت. بزاف راه عرفت يا خويا عندنا. يا راني عارف يعني وهكاك وكتجي صعيبه، ولكن كنت كنصيفط للمالي للدار عاوتاني فهمتي في المغرب. يعني بزاف ديال البلانات، بزاف ديال البلانات. الحمد لله. شوف الانسان كيدوز من داك المراحل، انتيا راك غادوز من هاد المراحل هادو وغادي تولي ترجع وتفكر في داك الايام وتقول دوزت ودرت وفعلت. فالانسان يتكي على راسه ويقول الالم اجي الالم، انا عارفك غادي تجي ولكن ما غاديش تبقى، غادي تجي وغتمشي فحال. اقول لي اجي مرحبا بك فهمتيني، لان الا ما دوزتيش الالم ما غاديش تحك، ولا ما دوزتيش الالم ما غاديش توصل داك اللي داكشي اللي باغي توصل له. لا بدا دوز من الالم اخي فهمتي، يعني خصك تولي متصالح مع يعني. تكون صاحبك ولا غادي تخرج على راسك. شنو هو لو شوا الاخر؟ كاينش تجيف اب، هذا هو لو شوا الاخر. لو شوا الاخر هو تقول ما قادرش على هذه الالم، غادي نحبس هذا الشيء ونرجع فحالي للمغرب. غترجع فحالك للمغرب غادي تكمش. اذا رجعتي فحالك للمغرب سالات الحياه هذا الشيء كامل وترجع للمغرب، يعني بحال كنتي في شي فيلم وطلعت الكتبه في الاخير ديال الفيلم. يعني دوزتي واحد 70 80 90% من لا جورني ديالك باش توصل للهدف ديالك، حتى وصلتي للبلاصه فين غتقدر تحقق الهدف ديالك، تقول صافي رجع الله نبدا من الزيرو. اش غدير في ديك الساعه؟ على الاقل بعدا تخرج لك القرايه ديالك، على الاقل الا غادي ترجع تخدم في المغرب عندك ديبلوم، غتخدم في البلاصه، ديبلوم من انجليز من جامعه معروفه في انجليز، بوم غتخدم في البلاصه على الاقل فهمتي. ومن بعد تقدر تخمم دير حوايج واحد اخرين، بيزنس ديالك، التجاره الالكترونيه ايتترا ايتترا. مي على الاقل غتخرج بواحد الحاجه، مي الا ما عندك لا ديبلوم لا تلعب فهمتيني، وهذه غتعلمك الحياه اخي. انا فين غتعلم الحياه فهمتيني؟ كيتعامل مع بنادم في البلاصه، تقلق بنادم واش باغي يزرب عليك ولا فريمون فهمتيني باغي يتعامل معاك، ولا كتولي كطير بنادم من لهيه، كيولي عندك واحد الرادار كيفهم بنادم واش باغي منك شي حاجه ولا فريمون باغي يوقف معاك ولا باغي يساعدك. بزاف ديال الحوايج كتكونهم وكتكتشفهم في راسك من هاد الطريقه هذه من الغربه، ما تعلمهمش في المغرب. هنا في المغرب راك في منطقه الراحه، راك مع الوالد مع الوالده، الدار ديالك واكل شهر ناس ما تهزش الهم حتى شي حاجه، حوايجك مصبنين كلشي كما هاد الهم لا تخلص الكرا ما كاين والو، ما كتكونش عندك ريسبونسابيليتي، ما كتحطش تحت واحد ستريس. الانسان فوقاش كيبيرفورمي ديال بصح هو ملي كيتحط تحت واحد ستريس كيولي عندك داك الفايت اوف فلايت فهمتي. الفايت اوف فلايت هو اما غادي تكفط على دراعك وتقاتل ملي كيجي السبع قدامك، يعني جوج ديال لي شوا، اما تدبز مع السبع تقتلو ولا يقتلك ولا تهرب. هو داك الاحساس ديال الفايت اوف فلايت، ما كاينش شوا واحد اخر، كاين هاد جوج ديال لي شوا، اما غادي تقاتل واما غادي ترجع فحال. ولا رجعتي انت يعني انت اللي غادي تخسر، كل اخر اللي يخسر. اهم حاجه هي انك بديتي في واحد المشوار وما بقى والو، راه بحال اللي راك تما خاصك غير تكمل. والله يسهل لك الامور يا اخي. يا ربي شنو هي الرساله اللي تبغي تعطي للناس عامه؟ شنو تبغي تقول من هاد الاكسبيريونس اللي دوزتي في هاد الايام الاخيره ولا هاد الشهور الاخيره؟ شحال 6 شهور ولا انت هنا 5 شهور؟ شي حاجه سميتها الاستسلام، حيدوا الناس من بال. انا شحال من واحد ضم اللي نجيت له بزاف عائله صحاب، وبعدا واحد الصديق ديالي عرفتي شنو قال لي في الجيش؟ قال لي معاد انا كنت مامن بك غادي تمشي حيت راه تقاتلتي عليها بحال هكا صيفط لي اوز، قال لي حيت راك تقاتلتي. وهذا حتى هو كان عاش معايا دوك الظروف كنت كنعاود ليه على لي بروسيدور، مشيت بيرو ديال كندا، مشيت لكذا مشيت لكذا. يعني شي حاجه سميتها الاستسلام، يعني الناس يحيدوها من بالهم وعندك واحد الحلم تقاتل عليه باي طريقه كانت، حيت راه الوقت غيدوز غيدوز، ولا تقاتل تي غتلقى النتيجه. الا ما تقاتلتيش الوقت داز وانت ما درتي والو، ما درتي والو. دابا انا كون ما تقاتلتش ياك الوقت داز كون راني باقي في كازا. نفس الروتين كتعاود، نفس الكاسيطه كتعاود وكتمل منها. قلنا على البلان ديال الوالده ديالك، قالت لك هضر مع عدنان، شنو قلتي لها؟ هذه قصه اخرى. شكال انا كنت كنت براسي تشوكيت ملي قلتيها لي، والله العظيم بالله. وكلشي كيبقى غير بارازار كما انا كنت كنتفرج في المغرب مره يعني ساعه، باقا ديك العقليه ديال انا هذيك الساعه والو كتبان ليا برا شي حاجه على برا غنتبعها. كنت كنتفرج فيك انت وواحد السيد اخر بلا ما نذكر الاسم ديالو، وكنت كنت انسبيرا وكنت كاتب في هذيك النوت الاسماء ديال لي دومين المرش السي او دي، اش كنقول خصني غير نلقى الوقت وغادي نبدا في شي حاجه. وكنت داير سميه ديال هذوك اللي في يوتيوب خصني نتبعهم، منهم انت وواحد ثلاثه الناس اخرين. يعني كتحس كيوصلوا المعلومه. الوالده ديالي صافي ملي خرجت لي الفيزا، عارف الامهات كيدخلوا ليوتيوب كذا،
لندن كذا كذا. وما الوالدة ديالي كانت كتدخل يوتيوب وكتبدا تقلب وكنمشي طلعت ليها وقالت لي تدخل تفرج في الدري تبارك الله راه بدا من الزيرو ولكن ولكن ها هو الولد. قلت لها قالت لي والله العظيم انوريه مي توريني قلت لها كنتفرج في الدري يعني كنعرفه صافي يعني زدت تفرج زدت تفرج شويه كذا. واحد النهار طلعت شي لايف والوالدة ديالي كانت كتقول لي هضر مع عدنان هضر مع عدنان. نقول الوالد السيد اللهم بارك عنده بزاف ديال الفولورز ما يمكنش غيشوف الميساج ديالي صافي الوالد مكين. وسبحان الله كتقول لي ما تعرف مالك دير ثقتك في الله وديما هنا فين عمرك ما تقول ما يمكنش ربي كيبين لك بان توتي بوسيبل. انت كتليميتي راسك. الناس اللي كيسمعونا بنادم اللي كيقول لا ما يمكنش راه انت اللي كتليميتي راسك. قول يمكن يس اي كان خليني ندير داكشي اللي خصني ندير باش نوصل لداكشي هذا. هكا كتحل عليك ابواب تقدر توقع تقدر ما توقعش. الا وقعات مزيان ما وقعاتش على الاقل جربتي ولا لا. ملي كتقول ما يمكنش راه عندك 0% ديال النجاح و100% ديال الفشل. اش كتقول عندك 50% ديال النجاح 50% ديال الفاشل. شنو بغيتي تختار 50% ديال النجاح ولا لا ولا 0% 50%. ديتي على راسك ساعه كاع. هي فاش صيفط لك في اللايف سبحان الله طلعت معاك وانا ما كنطلعش لايف ديما مره في شهرين مره في 3 شهور وانا ديك الساعه مالي جالس في الروم ديالي مغبون كنخمم شنو غنديروا واش غادي نرجع هي نرجع باش نخمم فيها ونطبقها راه ما كايناش غير كطيح الفكره. جالس في هذيك سمول روم ومكتئب عاوتاني اكتئاب من نوع اخر. هذاك كتقول واش الشين اللي كنت كنحلم به في المغرب وكالس كنشوف هي فاش طلعت معاك فاش هضرت معاك وكذا وقلت لي راه انت كدوز بنفس الشيء اللي دزت منه انا وحيت كنت شفت القصه ديالك وكذا صافي ديك الساعه بحال تنفست شويه راه ماشي انا الاول ولا الاخر يعني كاينين الناس دازوا قبل مني. لا هو دارها حتى انا نقدر ندير قلت يعني انا تقاتلت توصلت لنا يعني ما غاديش نستسلم صافي نتصليت لي واحد جرك عاد عاوتاني حيت وبدا من جديد حيد عليك الغمه وبدا من جديد عاوتاني دخلت بعد الدار مع ديك الجوجل مابس فهمت لي بلاتفورم وكذا ترونسبور بعدا باش نحيد منه صافي بدات البروسيدور ديال القرايه خدمه كذا صافي الحمد لله يا الامور دابا الحمد لله. انت يا بالخدمه ديالك جوج الخدمات كاع القرايه ها هي مزيانه بعدا كنت قلتي لي في الاول باللي كانوا كيتسالوك في القرايه وقال لك خصك تخلص واحد المونطون في واحد الوقت سينو غادي كانسليو لك كلشي غيوقفوا لك كلشي الفيزا وترجع في حالك قديتي داكشي هذا هادوك غير كنت مخلوع منهم مع البديه وما كتكونش فاهم ملي كتلاقى مع الدراري في لي زونيفرسيتي وكيزيدوا يشرحوا لك ويفهموك يعني ويقولوا لك يعني كيبينوا لك الصوره يعني من بعد كتجيك هذاك الشيء ساهل خاصك غير تخدم بعدا باش تلقى خاصك تخدم ساعة مين فهموني الداري وبروسيدور ديال اليونيفرسيتي كي كتكون وكيفاش وكذا ديك الساعة صافي عيني بدات كتشو خصني الخدمة لقيت الخدمة الحمد لله تقاتلت عليها حتى هي باش لقيتها ما خليتها. أنا كنت خدام في ماكدو يعني كنت خدام ريسبونسابل في ماكدو أوت ريسبونسابل دو سال. منين جيت هنا بديت كندفع لي ماكدونالد مكاينش اللي يقبل كيجاوبك أروبو كتمشي عندهم كتلقى يعني خدامين غير الهنود كتقول لي كذا نقول لك ام سوري ما يدخلك كنقول في خاطري واش هذا انا راك تحسن منه في المغرب انا وريت تصاوري فاش كنت في المغرب ودابا كيدير ليا هكا ام سوري صافي ضربت على ماكدو عرفت خدمه ماكدو فيها الدل ونضرب عليها يا فاش بديت كنقلب وكنت قاتل وكذا سبحان الله ربي جاب تيسير خدمنا جوج ديال الخدامي الحمد لله الامور غاده بخير دابا الحمد لله برافو عليك اخاي كان بودكاست زوين ومشيق. هذا درس الخوت ديال المقاتله غادي تشوفوا في هاد الدري هذا تبارك الله عليه وغادي تقولوا واش انا داير بحال هكا واش انا نقدر نتقاتل بحال تقاتل هاد الدري. الا الجواب هو لا ما نقدرش هادشي صعيب خصك تخدم على راسك اخي تعرف باللي راه الا ما كانش هادشي فيك ما غاديش تمشي بعيد صعيب بزاف باش انك تنجح. وكاع الناس اللي كينجحوا كيكونوا دايرين بحال هكا كيتقاتلوا طارت معزه اما بيا ولا بهادشي هذا اللي باغي نديرو ما يمكنش نرجع للور ما يمكنش نسلم ما يمكن نقول لا ما يمكنش ما يمكنش نقول هذا الشيء صعيب. دائما كتحاول تلقى الحل كما قلت الاخ معاد خصك تولي بروفيسور في البروبلم سولفين. الا جاك شي مشكل ماشي تقول هذا الشيء صعيب ولا ترجع له لا كيفاش غنحل هذه المشكله خصك هكا تكون كدير الدماغ ديالك يكون هكا بروغرام تكون هكا السلوكه ديالك ملاصقين فهمتيني. خاصني نلقى الحل ديال اي حاجه بانت حدايا خاصني نلقى الحل ستليك الكونت لقى لي الحل ما نجحتيش في واحد الدومين لقى لي الحل خدم في دومين واحد اخر تقاتل تعلم مهارات هذا الشيء هذا كنقيلو نهضروا عليه كل نهار
اللي خصكم تعرفوها وحقاق العلي العظيم كاين واحد لوبورتونيتي واعره في المغرب، هي انك تقدر تعيش بالنيفو ديال المغرب ولكن تربح الفلوس ديال الخارج. المساله هذه راه ما كايناش هنا في الانجليز، شي هنا في الانجليز خصك تربح زباله ديال الفلوس باش تعيش مزيان. في المغرب الضرب غير مليون جوج المليون راه تعيش مخير، تعيش زوين ياك بزاف. جوج المليون وجوج المليون في الاونلاين راه والو والو تلعبه. نتوما كتقول 1000 درهم في النهار، يا اخي راه 1000 درهم في النهار هنا راه ما دير لي والو. تعرف شنو ما دير لي والو؟ 1000 درهم في النهار راه ما تكريش بها 80 د الباوند. شنو غادي دير لك الماكله؟ تمشي لك شحال 20 د الباوند في النهار؟ الا عندك عائله غينسى فهمتيني غينسى داكشي. لا لا عندك عائله ما دير لك. انت عايش في المغرب كنقول لك 1000 درهم في النهار وحق رب العلي العظيم الا سي بوسيبل. فالانسان يحل دماغه يجعل الخير يجي ليه ماشي يرجع الخير من الباب. غير موجوده صح، تيكون عندك الجروث مايند سيت ماشي الفيكس مايند سيت. كون دائما تخلي الدماغ ديالك يكون عنده المجال في انه يكون كرياتيف وقبل النصائح ولي بوسيبيليتي. راه كلشي موجود، خصك غير انت تقبل لي بوسيبيليتي اللي جايين عندك. وهذا هو الدرس ديالي ديال اليوم في المقاتله. تبارك الله عليك اخونا، الله يجزيك بخير. الله يحفظك، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا البودكاست هذا ان شاء الله، ونشوفكم في شي فيديو اخر ولا شي بودكاست اخر. السلام عليكم.